the rest of our conversations in English. كمل اليوم باقي محاضراتنا باللغة الإنجليزية. تطرقنا المحاضرات السابقة إلى مواضيع مختلفة such as reading certain text. Also, we try to learn certain new vocabularies. تعرفنا على قطع معينة قرأناها، تعرفنا على كلمات جديدة باللغة الإنجليزية، وأيضا أعتقد استمعنا لمقاطع صوتية. وأيضا من ضمن الأشياء اللي أخذناها، أي نعم استمعنا لمقاطع صوتية هنا. أيضا من ضمن الأشياء اللي اهتمينا بها هي مثل ما بالمحاضرة الماضية about writing، كيفية الكتابة. وقلنا انه خلال هذا الاسبوع، الاسبوع القادم، انزل لكم انا يعني على الكلاس انه الاسايمنت مثل الاداء اللي عليكم انه تكتبون رسالة خاصة مثل ما وضحت لكم، لكن ما نزلتها خلال هذا الاسبوع. ف يعني غطينا تقريبا قسم من الـ listening والـ reading والـ speaking. احنا طبعا نتحدث بداخل المحاضرة، فاليوم ايضا راح نكمل واحدة من القواعد اللي موجودة بالكتاب، مجموعة يعرفنا على مجموعة من التنسز، group of tenses. So today we're going to discuss a tense you certainly have read about. You have already knowledge about it in your previous years of study. زمن جديد يعرفنا عليه خلال هذه المحاضرة. زمن أكيد مر عليكم، زمنين هما the present simple واحد منهم، والثاني هو the present continuous. الزمن الأول هو the present simple. The present tense is the base form of the verb. يعني زمن المضارع، المضارع البسيط طبعا present simple. الفعل اللي مستخدم هو الصيغة الرئيسية للفعل، الصيغة المجردة للفعل. مثلا شنو they work in London، يعملون في لندن. هنا work مثل ما تشوف هو البيس فورم، الصيغة المجردة للفعل. They work in London. And do they work in London؟ هاي طريقة السؤال أيضا نفس الطريقة. لكن هنا تشوفون الفاعل جمع، إذا كان الفاعل مفرد مثل she أو he أو غيره، فأعتقد أيضا تعرفون وسامعين بالشخص الثالث. This is the third person singular. إنه ما دام الفاعل مفرد والزمن مضارع بسيط present simple، فالفعل بالإمكان أن يأخذ الشخص الثالث. شنو هي اللي ورا الامتحانات؟ سوري ما فهمت. موضوع معين حكيت عنه نخليه ورا الامتحانات؟ هذا واجب؟ لا مو يعني هو لازم اكو اسايمنت، بالعكس لازم قبل الامتحانات. هو ما ياخذ وقت منكم يعني مثل ما سويت العام الماضي، يعني رابعة ايام يعني العام كنت وياكم، فشي بسيط.
بس هو السلام ما. عليكم أستاذ. عليكم السلام. أستاذ بس العفو، أقدر أترخص من المحاضرة؟ تمام، ما في مشكلة. لأن راح للدكتور. اوكي، ماكو مشكلة. شكرا أستاذ. يا ربي اليوم يا ريت. نسيت شنو كان اسم اللي فاطمة، شنو؟ شنو كان اسم الاثنين؟ فاطمة السمك. فاطمة حسين زويل. ايه اوكي. فهو هذا الفكرة، انه لازم اكو درجة معينة على assignments، على الكتابات اللي تكتبوها واللي تسلموها، فلازم اكو قبل الامتحان. فلازم يعني مثل ما قلنا انه الرسالة تتضمن ضمن الفصل الأول أو الكورس الأول. أوكي، خلي نكمل موضوعنا حاليا. The third person singular، قلنا إنه هذا الشخص الثالث تنضاف للفعل إذا كان في زمن المضارع البسيط، لكن شنو الفاعل singular؟ أوكي، هاي بحالة شنو؟ بحالة الجملة المثبتة. زين، النفي مالتها شلون؟ present simple negatives، شلون تنفي الجملة اللي تكون بزمن المضارع البسيط؟ فنستخدم، المفروض من عندنا ان نستخدم do او does اضافة الى not، اضافة الى not النفي مع الجملة حتى شنو؟ حتى نستخدمها كجملة منفية. فمثلا، خلينا ناخذ الأمثلة هاي بالبداية. I like tennis، يعني أنا أحب التنس. تعرفون إنه I معاملتها تختلف، فما يحطوا لها اسم الشخص الثالث، لأن تقريبا بعض أغلب الأحيان تعامل معاملة فاعل الجمع. I like tennis but I don't like. شوف، هي like نفسها، بس خلي قبلها لازم شنو؟ do و not. do not like football. I don't live in London now. do not خليها قبل live حتى تصير نفي. I don't play the piano. I play the guitar. شوف هنا I play the guitar، I positive ما بي شيء، بس هنا don't play هي النفي. قال don't do not لأنه الفاعل جمع أو الفاعل I. نفس الشيء بالنسبة ل they do not work. بس يقول، we use does not for the third person singular. بالنسبة للمفرد نستخدم مو do not، does not. مثل John does not live in Manchester. تقريبا هاي الاسم مشابه انه يأس الشخص الثالث، فصارت بال does not اللي استخدمناها للنفي، فالفعل بعد ما يحتاج اس الشخص الثالث. اوكي، Angela does not drive to work, she goes by bus. خلي مثلا نجرب نشوف هنا نقدر نضيف. اوكي، هسه she works in London، شلون ننفيها؟ اكو احد عنده فكرة شلون ممكن ننفي هاي الجملة she works in London قبل لا انا ابدي انفيها؟ she works in London، ما اخذ بالاعتبار الملاحظات اللي أخذناها. يس، سهام. نعم، she doesn't work in London. بالضبط، very good. yes thank you so much.
فهمت حل. اوكي الجواب يصير she does not or she doesn't work in London لأن قلنا ما دام مفرد فلازم شنو؟ لازم does مو do does not ما نقول doesn't مثلا والwork بعد ما يحتاج الاسم مالته لأنه هي الاسم مثلته هنا الشخصية هو does ف واضح انه الفاعل مفرد لندن بينما they work in Paris in they work in London شلون ممكن نفيها اعتقد محمد كان راضي يشارك اي محمد قاسمي نعم دكتور يس they don't work in London in London بالضبط yeah very good yes thank you so much مثل ما قال محمد they do not or they do don't work والله نفسها ما بيها اختلاف in London okay بهالبساطة هذا ممكن يصير النفي مالته okay خلينا ننقلها لهنا حتى بعدين نجي من نريد نحولها إلى السؤال زين السؤال شلون؟ السؤال سوري لا مو سؤال اوكي مريم عندك علم قبل لا نبدي انه كيف يكون السؤال؟ هذا بس الجملة اها اوكي مثلا اي they work in London استاذ do they work in London هي واضحة هنا موجودة ايضا واضحة كيس سؤال أعتقد يعني مرة عليكم قبل يس مريم توفيق ثانك يو بس خلينا نقول نشوف شنو تقول القاعدة القاعدة تقول بالكويشن أكو يقولون question أو question we use do and does to make questions with the present simple نستخدم أيضا نفس ذن الأداتين اللي كنا نستخدمها سابقا اللي do does الفرق انه ما يجون بالبداية does مثل ما نعرف تجي ويا المفرد مثل she و he و it و do ويا الجمع ممكن ايضا الادوات السؤال اللي تجي مثل where what when اذا اجت يريد يسأل عن مكان او شيء فيجي هذا ال do أو ال does بعدها مثل إيش مثل where do Angela Rita live what does Angela do when does Rita usually get up يقول أيضا ممكن بعض الأحيان خلينا نستغنى عن هذا الجزء هسه ها خلي ولو محلولة هي نفسها فهنا مثلا she works in London اللي حولناها إلى نفي اللي صارت she does not work in London كيف يكون طريقة السؤال تكون does she work in London بهالطريقة اوكي هسه جزء مهم انه وين ممكن نستخدم ال present simple يعني ممكن كان نبدي بيها هاي بالشرح لكن ايضا ممكن تكون استراتيجية جيدة انه ننهي بها بس عرفنا احنا شلون نكون الجملة بس يمتى نكونها من نريد نحكي عن شنو نستخدم الـ present simple اول استخدام ممكن something that is true in the present يعني شيء حقيقي شيء صحيح في الحاضر مثل ايش مثل I'm 19 years old انا عمري 19 أو مثلا I'm a student أنا طالب أو he lives in London هو يعيش في لندن نحكي عن حقيقة موجودة في الوقت الحالي أو عن شيء يحصل بشكل متكرر بالوقت الحاضر مثلا I play football every weekend أنا ألعب كرة قدم كل نهاية أسبوع كل عطلة أوكي هذا أيضا ممكن نستخدمه يا المضارع البسيط أو حقائق عامة مثلا الشمس تدور حول الأرض the sun runs
يعني around the world or moves around the world around the earth sorry okay أو مثلا the human body contains 206 bones يعني جسم الإنسان يحتوي على 206 عظام يعني القصد أنه جاي يشوفون أنه حقائق علمية حقائق ممكن تستخدم أنه الشخص يعبر عنها بطريقة present simple مضارع بسيط مثلا الضوء يسافر 300,000 كيلومتر بالثانية light travels at almost 300,000 كيلومتر per second هذه شنو؟ هذه استخدامات المضارع البسيط Then we often use adverbs of frequency like sometimes, always, never with the present simple. بعض الظروف اللي ممكن يتم استخدامها في الزمن المضارع البسيط هي ظروف مثل sometimes ظروف التكرار whenever ظروف التكرار ممكن تستخدم مع الجمل اللي بيها شنو بيها مضارع بسيط هاي أيضا ملاحظة مهمة تفيدكم okay now مثل ما قلنا ال present continuous أيضا الزمن الثاني اللي راح نتناوله اليوم هو زمن المضارع المستمر the present continuous is made from the present tense مو يعني اللي هو of the verb be and the ing form of the verb then متكون من شغلتين أساسيتين موجودات يعني قصدي مثل am أو is أو are من المكونات الرئيسية بالجملة وشنو بعد اللي موجود راح تلقى ايه تلقى الفعل اللي هو بي شنو الشيء اللي بي اي ان جي يعني مضاف للنهاية مالته اي ان جي عادة بهاي الطريقة اذا لقيت الجملة فهاي معناها شنو معناها present continuous مضارع مستمر هذا اللي قصده ب verb be و فعل ب ing يعني تلقى am مثلا I am وفعل ب ing أو is are ب ing تعتبر هذا present continuous أكو أحد يقدر يعطينا مثال لجملة قبل لا نبدأ إحنا ناخذ أمثلة لجمل ب يس شروق كريم مثل she is playing tennis. اي بالضبط شروق كريم very good thank you very much. بعد مثلا ولاء درويش. Yes. She is cooking the lunch. اي بالضبط she is cooking the lunch. راح نعرف بعدين مثل ما thank you ولاء. بعد ما مثل ما عرفنا ويا the present simple. ايضا بال present continuous راح نعرف شنو يمتى نقدر نستخدم هذا. الزمن بنهاية يعني بعد القواعد أيضا راح نعرف أوكي مريم سوري ما سمعنا أستاذ I am eating the lunch yeah I'm eating the lunch or I'm cooking the lunch or yeah any kind of other sentences in which the present tense of the verb be is combined with the ing form of verb. أي نوع من الجمل اللي بها
الفعل المساعد بزمن المضارع وإضافة إلى فعل بي إي إن جي. المثل اللي منطي هو I am working, you are playing, he is talking, the cat is eating, we are staying. مثل ما تشوفون إنه أمثلة بسيطة فيها فعل مساعد وفعل بي إي إن جي. زين هسه عرفنا احنا الصيغة مالتها وهي مضارع، قصدي هي مضارع مستمر ومثبتة. زين النفي مالتها شلون؟ النفي بسيط، اعتقد انه النفي بسيط انه تكون كلمة not، كلمة not تكون تأتي بعد الفعل المساعد. ما احنا قلنا متكونة من فعل مساعد زائد ing، فالنفي هنا تصير I am not. مثلا مثال مريم أعتقد I am eating the lunch، فيصير I am not eating the lunch بهالطريقة ننفي الجملة مالتها. أو مثلا I am not doing that، you aren't listening، you are not listening. شوف شي يقول إنه يقول تقدر تقول you aren't وتقدر تقول you are not، طريقتين تقدر تختصر بين they aren't coming to the party, she isn't going home until Monday. ومثلا my cat is eating، شو راح يصير؟ تصير واضحة إنه my cat is eating. شلون تنفي؟ Yes, Mariam. They aren't cat. The cat is eating. She'll say. They isn't cat. It isn't. Okay. خلينا نشوف واحد عنده. The cat is not. بالضبط. The cat is not eating. Yeah, that's right. إذن هو not لازم من بعد الفعل المساعد. فيصير the cat is not eating. إذا أكو تكملة مثلا ممكن تكون تكملة. السؤال شلون؟ مثل ما أخذنا ويا المضارع ناخذ ويا مثل ما أخذنا ويا المضارع البسيط ال present simple ناخذ ويا المضارع البسيط مستمر السؤال. ف we can make questions by putting الآم أو الإز أو الآر بداية وبعدين نسأل. Okay, are you listening? Are they coming to the party? When is she going home? Well, what am I doing? أيضاً قلنا إذا أكو أدوات الـ WH اللي هي تستخدم للسؤال فهي الأولوية النتيجة قبل حتى الفعل المساعد اللي يتقدم بداية الجملة. فهسه مثلاً the cat is eating ممكن تصبح yes ولا راح تصير is the cat eating is yeah exactly thank you so much is the cat eating هاي سويت ولا قدمت ال is لبداية الجملة والباقي تكمل مثل ما هو على السؤال. أعتقد يعني زي من واضح وسهل. أصلا نشوف استخداماته، نستخدمه في التعبير عن النشاطات اللي جاي تحصل بوقت كلامنا. مثلا I'm just leaving work، مثلا انت جاي تتصل بواحد وتقول له انا جاي غادر العمل وانت جاي تمشي، يعني شي جاي انت تسوي حاليا. I'll be home، هاي بالله مستقبل نتركه. Please be quiet، the children are sleeping، يعني الاطفال نائمون. يعني وانت تسولف الاطفال هم جاي يسوون هاي العملية اللي هي عملية النوم. أيضا ممكن تستخدم هيك صيغة في future plans or arrangements، أنه لتخطيطات الكل المستقبلية. Mary is going to a new school. What are you doing؟ هاي قصد عليه من قصد على الفعل المساعد ومن بعد ال ing ممكن أنه تستخدم للمخططات.
مستقبلية. يقول لك مجموعة أفعال هي الـ stative verbs، ما ممكن نستخدمها ب الزمن المستمر. أوكي، ليش؟ لأنه مثل believe، بعضها تتحدث عن التفكير والمشاعر، فهذا ما ممكن إنه أنت تستخدمها كزمن مستمر. مثل believe، يعني الأمثال من هاي الأفعال: dislike، no، like، believe يعتقد، لا هنا لا يحب أو يكره، no يعرف، like يحب، love تعرفوها، hate تعرفوها، hate يكره يعني، prefer يفضل، realize يعني يدرك، recognize يميز، remember يتذكر، suppose يعني يظن. قيصر، أستاذ بليف يصدق. believe يصدق ويجي يؤمن. ايه مثلا نعم. انا اقول لك I believe in you، فمعناه انا اؤمن بك، يعني اؤمن بقدراتك. ايه ممكن ايضا، صحيح believe ممكن تيجي بمعنى يصدق. مثلا I don't believe him، معناه ما صدقه كلام قاله. اوكي، think يعتقد، ممكن تجي بمعنى ايضا believe. اي understand يفهم، want يريد، wish يرغب، wish يعني يتمنى، ممكن ايضا تجي. ايضا تجي ويا يعني نعم لا كم يعني تجي بمعنى يرغب، لأن هي أكو لايك يرغب، فالوش يتمنى أو يا وش يتمنى. اي اي صحيح. أستاذ يعني شن تجي بمعنى يرغب، لو مثلا يرغب خاصة بلايك. يا هو قصدك وش نعم أستاذ، تجي بمعنى يرغب؟ مثل ما قلت هسه، انت قلت يقول وش يرغب، فهي اصلا يتمنى. اي يعني انا باعتقادي انه يتمنى مثل ما يرغب، يعني ما عندك اعتقاد هسه، حتى قصدي باعتقادي ماكو فرق بين يتمنى ويرغب، اثنينهم تقريبا نفس الشيء، يعني انت الشيء اللي تتمناه ترغبه، مو صحيح؟ لو استاذ الامنية شيء غير متوقع حدوثه، بس الرغبة شيء موجود بالواقع، وارغب مثلا اوصل له، ارغب، أمنية مو صحيح؟ شيء يعني ما تتوقع توصل له بس تتمنى. استاذ اغلب الاماني هي يعني شيء، اما مثلا تقول مستحيل او، بس الرغبة تختلف، يعني شيء يعني اقدر اوصل له بسيط. والله خلينا نلتجي للجوجل هسه انا وياك. لا استاذ، كمل المحاضرة. العفو. ليش الأمنية؟ بالعكس معلومة، يعني وهي معلومة عربية. يعني يقول فرق فوق الرغبة، يقصد بالرغبة الحاجة لشيء ما هو افتقاده. والله هذا ما مفهمنا عنه. حلم أمنية. استاذ خلي الرغبة العنوان الفرق. نعم لا هاي السؤال يمكن يشرحها، يقصد بالرغبة الحاجة للشيء مع افتقار الشعور بالحاجة إليه. أن الرغبة يقرب هاي بالله احنا ما عندنا، ايش قلنا احنا؟ الرغبة والأمنية. هاي شوف أن الرغبة هي أقرب إلى الأمنية، يعني تقريب مشابه، صحيح؟ الأمنية عبارة عن تصور أو رؤية، لا يوجد فيها أي تقريبا مشابه للشيء اللي قلت أنت. أي صحيح، مع أنه هو هنا يقول مشابه للأمنية، بس أي كلامك صحيح، يعني يتمنى. وش ممكن تجي؟ يتمنى. أي بس ما يعني صحيح على كلامك صحيح، ف
فهو هذا الفرق بين الرغبة والأمنية. بس كلغة إنجليزية أنا وش عادي أسمعها وشايفها يعني أماكن متعددة، وأنا يعني محادثات ممكن تستخدمها عن شيء أنت تريد تسوي. أنا أتمنى إنه أقدر أوصل لهذا المكان بهاي الساعة، أتمنى أقدر أخلص من هذا الشخص بهذا الوقت. فشي يعني أنت تريد تسوي، أوكي؟ أتمنى إنه أقدر ألقى سيارة من أطلع حتى أقدر أوصل لأي مكان. I wish I would find a taxi to يعني take to home مثلا في طريق، يعني ما تجي شيء مستحيل وش. أوكي، على العموم مناقشة جيدة، بس خلينا نكمل. أيضا تستخدم لي السنسز اللي هي الحواس، مثل appear يظهر، feel يشعر. بس لازم ندير بالنا للترجمة العربية، look ينظر، seem يبدو، و smell شيء متعلق بالرائحة، يعني sound اللي شيء متعلق بالصوت، و taste شيء متعلق بالطعم. لأن الأفعال taste يتذوق، sound يعني يصدر صوت ممكن تجي، وممكن يعني صوته يبدو كشيء ما. okay. smell يعني رائحته يبدو كشيء ما. فما مثلا تقول this smells good يعني هذا الشيء رائحته جيدة. okay. نفس الشيء بالنسبة للساوند، بس تشبه على الصوت معين. بعض الأفعال الأخرى اللي ممكن تكون بهذا المعنى يعني القصد، الأفعال اللي جاي ناخذها هسه حتى ما ننسى، هي أفعال ما يصير نضيف لها ing، لا يمكن إضافة ing لأنه ما ممكن تصير مستمرة. الأشياء المتعلقة بالشعور، أشياء متعلقة بالحواس، وأشياء أخرى مثل agree يوافق، be اللي يكون يعني belong ينتمي، disagree لا يوافق. يعني ما أدري إذا أكو كلمة بالعربي اللي ممكن تكون كلمة واحدة بمعنى لا يوافق. ف need يحتاج، أو يدين يعني يدين شيء لشخص معين، أو يمتلك possess أيضا بمعنى مشابه ل own اللي هي يمتلك. فذني إذا تريد تستخدم حاجة ملحة بزمن مشابه للزمن هذا، يعني إنه أشياء جاي تصير حاليا، فممكن تستخدمها بالسمبل يعني ما تضيف لها ing. أوكي، هذه الملاحظة أيضا ملاحظات مهمة عن الأفعال اللي يسمون stative verbs اللي ما يمكن يضاف لنا ing ويصيرن مستمرات. إذن هذين الزمنين هن التفاصيل المطلوبة من عندنا خلال هذه المحاضرة. أوكي، اسمها ليش ممكن. سميل، لا سميل تختلف، سميل تختلف. إذا شايفين أكو المحل يمكن شو كذا شيء، الكاتب كاتب العنوان مال المحل سميل أعتقد، فما أعرف حاط ابتسامة يمه، ممكن كان قصد سمايل. فالسميل تختلف، يعني انت جاي تشم رائحة معينة تشبه على شيء، فتقول this smells like مثلا كباب. اوكي، يعني رائحته تبدو كرائحة الكباب مثلا، او مثل ما قلت لكم this smells good رائحته جيدة. اوكي، فهاي هي الافعال. اي لا، مختصر ل laugh out loud يعني يضحك بصوت عالي. لو اي، اذن هذا اللي عندنا بالنسبة لي الزمنين. اذا واحد عنده سؤال او تعليق معين مثل تعليق قيصر، عشان تعليق مناسب، ف
فممكن يخبرنا على ما أسوي رابط الغياب. للرابع بي، اوكي.